بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، اسعد الله صباحكم بكل خير وبركة من هنا من ميدان التحدي، ميدان الشحانية لسباقات الهجنة العربية الأصيلة في هذه الانطلاقات والتحديات الخاصة لسن الثنايا، شعارات أبناء القبائل. شوطنا السادس ينطلق متابعينا الكرام، وهو شوط خاص للقعدان من مسافة 5 كيلومترات. نبحر مع مقدمة الشوط، نتابع الشعارات والأسماء المندفعة والمنطلقة والباحثة بناموس هذا الشوط. نتابع المركز الأول ومن ينطلق في هذا التحدي على أول المراكز. مشاهدين الكرام، عبر قناة الريان الناقلة لكم أحداث وانطلاقات أشواط هذا الصباح. شعارات أبناء القبائل هنا تنطلق في ميدان التحدي، 49 مشارك. نتمنى لجميع الأخوان المشاركين بالتوفيق والسداد. نبدأ بمقدمة الشوط مع المركز الأول في هذا التحدي على أول المراكز وأول المنطلقين اللي يحمل الرقم 53، شاهين محمد بن سعيد بن محمد المطوع الخيارين على أول المراكز. بينما المركز الثاني، ناخذ المركز الثاني، التقدم والاندفاع من رعود لحمد بن جابر بن متعب المنخس المري على ثاني المراكز. المركز الثالث، الدور والنقلة مباشرة على ثالث المراكز من الجانب الآخر، وتابع الشعار المميز الذي ينطلق من الجانب الآخر. هنا شعار وانطلاق هذا الأداء الكبير. هنا المركز ظبيان لصالح بن فرج بن حسين المري على مستوى المركز الرابع. بينما خامس المراكز وخامس التحديات في هذا الانطلاق اللي يحمل الرقم 6 وينطلق في خامس المراكز، الحنيش حمد بن محمد بن طالب الصعاق المري على مستوى المركز الخامس. إذا متابعينا الكرام، هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى. نيدان الأول والعودة مباشرة إلى أول المراكز، أول المنطلقين شاهين، شعار محمد بن سعيد بن محمد المطوع الخيارين يحتل المركز الأول، يتصدر مع انطلاقة شاهين وأيضا في هذا الأداء الكبير. المركز الثاني ناخذ المركز الثاني في هذا الانطلاق، أشقر لعبد الله بن سعيد بن محمد الخاطري على مستوى المركز الثاني. بينما ثالث المراكز من الجانب الآخر ومن الزاوية الصعبة، وتابع الشعار المنطلق في هذا التحدي، ظبيان لصالح بن فرج بن حسين المري على مستوى المركز الثالث. المركز الرابع رابع التحديات، رعود لحمد بن جابر بن متعب المنخس المري. بينما خامس التحديات، أرى شعار بن نايفة من واقع الشعار اللي يحتل المركز الخامس وغير مباشرة إلى ثالث المراكز، على ثالث المراكز. وتابع المنطلق في هذا التحدي، الحنيش لحمد بن محمد بن طالب الصعاق المري، ولكن القادم في هذه اللحظة مدلل لسعد بن علي بن حمد بن سلامة الهاجري. إذا متابعينا الكرام، هذه المراكز الخمسة الأولى والعودة مباشرة بعد استكمال نيدان الثاني، نعود إلى المركز الأول، نعود إلى التحديات الأولى في هذا الانطلاق. ونتابع شاهين لازال مسيطر ومحكم القبضة على ناموسي هذا الشوط حتى هذه اللحظة. شعار محمد بن سعيد بن محمد المطوع الخيارين على أول المراكز، ولكن ثاني المراكز وصل مدلل، والدلل يمدلل مدلل على ثاني المراكز. شعار بن سلامة يتواجد وينطلق في ثاني المراكز لسعد بن علي بن حمد بن سلامة الهاجري على مستوى المركز الثاني. بينما ثالث المراكز، وتابع الدخول في هذه اللحظة من بديع، يصل لأول نداء لفهد بن محمد بن فهد بن سالم بن دخيل الله على مستوى المركز الثالث. المركز الرابع، رابع المنطلقين، وتابع هنا هجوم من قبل أشقر لعبد الله بن سعيد بن محمد بن سعيد الخاطري على مستوى المركز الرابع. بينما خامس المراكز، أرى التواصل والانطلاق من سرام من تسرف في هذه اللحظة بشعار صالح بن ناصر بن محمد بن شابل المري. إذا متابعينا الكرام، هذه المراكز
المراكز الخمسة الأولى الفايف ستار على مقدمة الشوط ولوحة 2 كيلومترات. يا مضمرين، يا من يتابع هذه الرياضة، رياضة الآباء والأجداد، من هنا من ميدان الشحانية في هذا التنافس الشريف، عودة إلى مقدمة الشوط، عودة إلى شعار بن دخيل الله فهد بن محمد بن فهد بن سالم بن دخيل الله، يسيطر على مقدمة الشوط مع بديع، ولكن القادم سراب. سراب تسرب إلى مقدمة الشوط، ينطلق بشعار صالح بن ناصر بن محمد بن شابل المري، ولكن ثالث المراكز المركز الثالث مدلل لسعد بن علي بن حمد بن سلام الهاجري، ولكن هنا دخول من العابر، عبر العابر وانطلق لأول ندى في هذه اللحظة، العابر على مقدمة في هذا المركز الثالث، شعار علي بن سعيد بن محمد بن صالح بن ملهية، يتقدم شعار بن ملهية لأول ندى، يصل على مستوى المركز الثالث، بينما رابع التحديات الشقب لحمد بن مفقوت بن محمد بن مسعود بن جابر المري. إذا متابعينا الكرام، هذه المراكز الأولى والعودة إلى مقدمة الشوط، بدينا نقترب من لوحة الكيلو المتر الأخير عن خط النهاية، عن ناموس هذا الشوط، العودة إلى سراب على المركز الأول. سراب لا زال متربع على عرش المقدمة، ولكن العابر عبر إلى المركز الأول وانطلق بهذا التحدي لعلي بن سعيد بن محمد بن صالح بن ملهية المري، غير في هذه اللحظات إلى المركز الأول. المركز الثاني وصل في هذا التحدي، وتابع القادم الشقب لحمد بن مفخوت بن محمد بن مسعود بن جابر المري، بينما ثلاث المراكز، يا سلام يا سلام، وصل غازي للشرقي بن حمودة بن الزفنة الحرسوسي، يصل لأول ندى على مستوى المركز الثالث. المركز الرابع، يا سلام، الله الله الله، وصل في هذا التحدي الفارس علي بن ناصر بن جابر الغفران المري، والتجمع متابعينا الكرام خمسة مراكز في موقع واحد، ولكن هنا الشعار اللي ما جبناه لطاري، الفارس لعلي بن ناصر بن جابر بن غفران المري، يغير مجريات هذا الانطلاق بهذا الشعار المميز، ينطلق مع الفارس، وهو فارس في هذه اللحظة مع الأمتار الأخيرة، أخو الفارس، يا سلام يا سلام يا سلام يا بن بخيتة، مع المركز الأول مع الفارس علي بن ناصر بن جابر بن بخيتة المري، ينطلق بمقدمة الشوط، ولكن القادم، القادم في هذه اللحظة، وصل الحشيم لعبد المحسن بن زايد بن علي الشراب المري، يصل لأول ندى الشراب مع انطلاقة الحشيم، يا سلام، ولكن شعار بن بخيتة، شعار بن بخيتة مع الأمتار الأخيرة ينطلق مع المركز الأول بهذا الأداء الكبير، الفارس لعلي بن ناصر بن جابر الغفران المري، تهانينا والناموس على هذا الأداء المميز مع الفارس علي بن ناصر بن جابر الغفران المري. المركز الثاني، وصل الحشيم لعبد المحسن بن زيد بن علي الشراب المري. المركز الثالث جاء في مشاهدين الكرام، انفدع لحمد بن راشد بن محمد البريص المري. المركز الرابع جاء في مشاهدين الأعزاء، أشقر لعبد الله بن سعيد بن محمد الخاطري. وخامس المراكز جاء فيه العدملي لحشر بن ظفر بن راشد الهاجري. إذا متابعينا الكرام، هذه المراكز الخمس الأولى، والتهاني والناموس لمالك الفارس لعلي بن ناصر بن جابر الغفران المري، والتوقيت الزمني ثمان دقائق وثانية واحدة وخمس أجزاء من الثانية. تهانينا وناموس لمالك الفارس علي بن ناصر بن جابر الغفران المري. المركز الثاني جاء في مشاهدي الكرام، ويبدو لي أن التوقيت يتحطم مع الفارس بشعار علي بن ناصر بن جابر الغفران المري. المركز الثاني وصل فيه الحشيم لعبد المحسن بن زيد بن علي الشراب المري، والتوقيت الزمني ثمان دقائق وثانيتين وثمان أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثالث وصل في مشاهدينا الكرام، انفدع لحمد بن راشد بن محمد البريص المري، والتوقيت الزمني ثمان دقائق لحظات الوصول وست ثواني واربع أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.